النهارده كنا بنسلم الشهادات لحوالي 77 متدرب من افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. كانوا بيحضروا ثلاث برامج، برنامج عن اداره الاراضي والمياه، والاخر عن صحه وانتاج الحيوان، والاخر عن الاخير عن تنميه المزارع السمكيه. انا شفت في افريقيا الحقيقه ما كان خدمت كتير ازاي الاخوان الافارقه بيرجعوا بيبقوا مبسوطين جدا بالدوره اللي هم بيعملوها في اي مجال، مجال اللي هو تربيه الاسماك او مجال الاراضي او ساحه الحيوان. ودي الحاجات اللي هم فعلا محتاجينها، ودي الحاجات اللي احنا ممكن نقوم بيها بحيث ان احنا نقدر نكثف علاقتنا، وده اهم شيء بالنسبه لنا كمصر، ان احنا نكثف علاقتنا مع الدول الشقيقه في افريقيا وفي اسيا. فالحقيقه ده حاجه عظيمه ونتمنى تستمر ان شاء الله باذن الله. Buenos días. Soy Rodolfo Gavaglio. أنا اسمي رودولفو جابالجيو، أنا من باراغواي. أنا شاركت في كورس أو دورة تدريبية للأراضي والمياه. أنا سعيد جدا، كانت بالنسبة لي مفاجأة أن أنا أجي مصر. مصر بلد الحضارة، أنا فخور جدا بكل الخبرة اللي أنا اكتسبتها هنا وبمصر. كمال from باكستان. ده كانت زيارتها الأولى، أول مرة تسافر من بلدها من باكستان، وهي طبعا مذهولة أن هي جت مصر، بالإضافة إلى أن هي استفادت من البرنامج اللي هو في تخصصها، برنامج صحة الحيوان. لكن هي كمان زارت أماكن سياحية كتير جدا زي الأهرامات والمعابد، وهي مش مصدقة نفسها أن هي فعلا جت مصر وزارت الأماكن دي كلها. كيكي من توجو. الترحيب اللي هو حصله هنا، راجع بشنط كتير لكن كمان راجع بمعلومات اكتر، وزي ما بنقول هنا في مصر ان شاء الله كل حاجه هتتحسن وهيرجع تاني ان شاء الله.